رجعنا معكم بعد البريك مع ضيفة بعتقد انتم كمان اكيد ناطرينه، انا ناطره من زمان، ضيفة الممثل شكرا. والمخرج والاستاذ منيك سرواني. ايوه كيفك؟ اهلا شربل، اشتقنا لك. اهلا فيك. نعم اشتقنا لك. وانا كمان جيت من الجنوب لعندك. بعرف، ميرسي، بقدرها. إيه؟ وين هالغيبة؟ إيه انا موجود، بس انا يعني ما بمسح لا جوخ ولا بفرشي. واللي ما بيعمل هيك ما بيمشي. ايه ما بيشتغل. الناس هيدي شغلتهم. عفيهم بس. عفيهم؟ ايه. صاروا كل يوم على التلفزيونات. هلا بنحكي تفاصيل، بنحكي تفاصيل. انت هلا صرت عايش بالجنوب؟ ايه. انت من وين؟ من العايشية؟ من العايشية. عايش هونيك على طول؟ ايه. يعني هلا جاي بهالشتوي اليوم. صحيح. كرمال الحلقة. صحيح. طيب رح نبلش. انا بسأل تشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي. نعم. عن ضيفة. نعم. فهو بيخترع اشي عنك، هات نشوف شو مخبرني عنك. يلا. تأسيس مدرسة الرقص الفضائية. يعتبر مونيك سرواني ليس فقط فنانا موهوبا بل ايضا رائدا في مجال الرقص. يشاع انه قام بتأسيس مدرسة خاصة لتعليم الرقص الفضائي. حيث يقدم دروسا حية على متن سفينة فضائية تابعة له. انت ما باليخت وبالطيارة طبعا السياسية، انت سفينة فضائية دغري. بس قال لي عبد الحليم كراكلا، قال لي انت بترقص عن جد؟ مثل الشباب اللي معي وعسل. والله؟ مش بعيدة يعني. في مفاجأة غير متوقعة، انتقل مونيك سرواني إلى عالم الكوميديا، وأصبح نجما في مسلسل كوميدي بعنوان ضحكات كسرواني، يقوم بأداء شخصية فكاهية تنقلب تماما على شخصيته الفنية السابقة. ترى هن مش عارفين إنه أنت أصلاً بي الكوميديا يعني. صحيح صحيح. مشروعه الغنائي الفضائي ليس فقط فنانا على الأرض، بل يشاع أن مونيك سرواني قام بتسجيل ألبوم غنائي خاص به في الفضاء. حيث قام بأداء أغانيه المفضلة وسط الكواكب والنجوم. يا رحت على المركز تبع الفضاء بأمريكا. عن نازا. ايه. طلعوك عملت حفلة لل نازا. كل النهار أبرم فيها. وبعدين حضرت إطلاق صاروخ. عن جد؟ ايه. والله؟ ايه. خلوك؟ عندك واسطة منيح. لا. خيانتا تاني شي مغنى عند بين الكواكب، يعني مينيموم يقبلوا فيه. بس عن جد شفتون؟ إطلاق الصاروخ. ايه فعلا هيك. خي حلو. ايه. بتطلع لبرا اكيد. ايه يعني اكيد. بالليل. ايه طبيعي. يلا اخر وحدة. يزعم ان مونيك سرواني قضى اجازة في اعماق المحيطات باستخدام غواصة فاخرة مصممة خصيصا تحمل اسم الغواصة الفنية. خلال هذه الرحلة اكتشف كنوز فنية غير معروفة. عرفنا هلا ليش غايب. عرفنا ليش غايب. بعدك عم تحصد، عم تعد الكنوز اللي شو طلع لك. مثل ما قلنا، مثل ما خبرتنا هلا، حكينا انه انت صرت عايش بالجنوب. ايه. عم تعلم هونيك. عم تعلم بجامعة الايو. الايو. ايوه. شو عم تعلم؟ بالنبطية. بعطي مشغل للمسرح. ايه. وبعطي مادة تاني اسمها بيرفورمانس. بيرفورمانس؟ إيه؟ لا شو للتمثيل يعني؟ إيه؟ وهيك؟ للإلقاء وغيره. إيه؟ بتحبها؟ إيه بحب كثير التعليم، بس السنة قلت للدكتور علي يعفوني خلص بدي فل. عن جد؟ إيه. قال لي لا ممنع فيك، مش راح يعفوني. رجع يعفوك. بذكرك قريت لك مثل مقابلة كنت عاملها. إيه؟ إنه ما كنت شاطر، كنت تهرب من المدرسة. إيه. ليه؟ ما كنت تحب؟ إيه قد ما في خبيط. كان في خبيط وكانت زرابي اكثر من هي. كانت ايه. الله يرحمه استاذنا. ايه. استاذ يوسف يعني بالضيعه. بس هو رائع جدا، له فضل علينا كثير كثير كثير. ورغم كل شيء وكان استاذ واحد لكل التلاميذ. لكل التلاميذ. كنت اهرب اتخبى واجي على الساعه 10 مثل التلاميذ. وين كنت يا امي؟ بالمدرسه. بس بيك كان يعرف. بيي ربطني برباط الحمار على الشجرة. على الشجرة. وعيط لأصحابك يجي يشوفوك. مظبوطة هي؟ مظبوطة هي. لا يكونوا عم يزقفوا. عيطوا له قولوا له يا حمار. بلشوا يا حمار يا حمار. يلي يطلع وجهي بوجهه ويعمل هيك. طب ما تعقدت؟ ما صار عندك عقد؟ ما بعرف يعني انه هلا اذا بعيط على ابني قدام اصحابه بيقول ايامي لا ولو كيف تحكي هيك قدام اصحابه. مظبوط. لا ما تعقدت. كيف كانت تربية من زمان؟ كانت قاسية. كانت قاسية. جابني ربطني مثل الحمار على كعب التفاحة. تا
طب بس يمكن لو ما عمل هيك ما كنت رجعت كملت علمك، ما هيك؟ انه يمكن الاساوي جبرتك تكمل بدك او ما بدك يعني. ايه بعدين اربع سنين الاول عن جد. هلا رح نحكي شو اسمه. بس خبرتنا العصفوره انه كيف بدك تعمل ابونا. ايه عن جد فت عداد اسمي مثل اسمك. ايه ابونا شربي اللي بدي اقول لك. صحيح. سميت حالك ابونا شربي؟ ايه ليه؟ الاخ شربيل. اجاك دعوه ما بعرف شو شو. ما وصلت للاهود. ايه ضليت ضمن اللي بيسموه نذر اولي. ايه بسيط. بعدين في نذر رسمي نهائي بيصير بس تخلص النذر الاول، يعني بدك تفوت بالنذر الثاني. ايه نهائي انا ما فتت لانه قلت انه مش دعوتي. حسيت مش لإلك. ايه مش دعوتي. طب ليه انه ليش قررت تفوت؟ انه شو صار مع انه صار شيء؟ لا اجاني وحي انه فوت على الرهبنه وانسى التعب، انسى كل شيء. هي مش للريحه الرهبنه. اكيد. مش مريحه ابدا. انه بدك تحارب ذاتك وفي اشياء كثير لازم نحاربها. تتخلى عنا ومليون. ايه. بالداير كنت جاي متاثر بالتصوف وبال انه يكون حبيس. كيف بدك تعمل راهب يعني؟ ايه مش خوري. لا كنت بالكاسليك. ما بعرف. ايه اوكي. ايه فت على الكاسليك لقيتهم عم بيمثلوا مسرحيه. شو هالمسرحيه؟ هاد وقت اللي بيضوي مارشال بيت السلام لاسمه بريق الكاز. ايه راحوا عبوا له اياه مي. قلت لهم في الي انا شي دور؟ هيك. لا عارف حالي بمثل ولا يطلع. ما كنت بعد مفكر تفوت تمثيل؟ لا بس قالوا لي خلص ما بقى في مجال هلا. زعلت كثير. شوي ثاني سنه بالابتداء صبحت انا مسؤول واعمل ديكورات مثلت معهم. مثلت معهم ومش بس مثلت معهم يعني كل شيء. قد ايه بقيت؟ كم سنه؟ حتى الكراسي. كم سنه بقيت بالدار؟ بقيت اربع سنين. هالقد؟ ايه في سنتين ابتداء هودي اللي مثلت فيهم. اوكي. كمان وفي سنتين الباك. إيه اربع سنين وبعدين اكتشفت انه مش دعوتك؟ بريمير بارتي. هالقد اخذت وقت؟ ايه. طب خبرنا كيف فت بالتمثيل؟ كيف فتت؟ ايه انه كيف تقررت تروح؟ انت خريج الجامعه اللبنانيه ما هيك؟ كليه إيه؟ التربيه. كليه التربيه؟ تربيه عملت عربي. ايه خصصت بالعربي العربي. بس كمان تمثيل. لا مسرح وتخصصت تمثيل. ما هيك. ايه ايه وما كانوا بدهم يقبلوك حسب ما عرفت. ايه لا ما قبلوني. ما قبلوك؟ ما قبلوا انا الفحص الجاي اعمله. قالوا لي بدك مسرح يعني بكون معك نص عالمي لشكسبير. ايه. او لمولير. انا اخذت نص لرفيقي لجان ابي غانم دكتور جان. اوكي ما قبلوا فيه؟ بوجه له تحيه. ما قبلوا؟ لا ما قبلوا. قلت له انه اعطوني النص هلا. اول سنه راحت ما فتت. ضليت زعلان. جيت ثاني سنه كمان قالوا لي هذا النص لا قالوا لي سنتا قالوا لي هذا النص مش مقبول. قلت لهم اعطوني نص هلا. قالوا لي شو؟ قلت لهم اعطوني نص هلا. نهار الفحص نهار ال هل بالساعه التمثيل. تمثيل. رحت اني عم بيقدموا تمثيل. وين كانت السرايا القديمه؟ تحت بالبلد مطرح مركز الحكومه. هوني كان مطرحنا. هوني كانت الجامعه. ايه رحت صرت اطلع بجهدي احفظ النص. شو النص كان؟ إلي تيتان بونوم إلي مي بوكو مونشان. كان الحارس اللي على القبر بتجي اخته تغريه لحتى يترك الجتي واخذت الجتي دفنتها. اوكي انت كنت الحارس. انا كنت الحارس. فهن تعجبوا قالوا لي تعال خلصت الامتحان بدك تعمل امتحان. ايه انت حفظته بوقتها يعني؟ بوقتها حفظته. وقتها قال استاذ شكيب خوري بوجه له تحيه مسرحي كبير. قال هيدا احسن تلميذ عندنا بالاربع سنين. والله؟ ايه. ومن وقتها انطلقت؟ من وقتها صرت
صرت بطل ما باخذ دوره عادي. هني حطوني اول شيء بسنين تمثيل مع موريس معلوف، اول ما بلشت مع موريس وكملت المسبحه بمعهد الفنون وبرات معهد الفنون لحتى ما ارتحت الا وقت اجت الكورونا بس. هلا حسب كمان معرفه انه انت من اول سنه بلشت تمثل بمسرحيات برات الجامعه جمالا ما بيمثلوا اول سنه. لا كنت اطلب اذن يقولوا لي انت ايه. طب شو كنت تمثل ادوار كوميدي؟ طبعا كوميدي. انت من الاول يعني خلص عارف انه انت متجه على الكوميدي. طبعا كان طيب. كان اللي بيقلي هو اللي بيقلك، بس انه اجمالا الواحد بيجرب كذا شيء قبل ما يوصل ويلاقي حاله مرتاح. بس بيلعب جميع الادوار. بيلعب. ولا مره مثل تراجيديا مثلا؟ بلا، مع ابونا مونس. عن جد شو كان دور؟ مثلت شي ديني اكيد. دور واحد تركي. تركي فرد مره ليه على الاتراك ماشيين هلا لازم هلا يدقوا لك تمثل تركي. ما بحضر تركي ابدا. ما بحضر تركي. طيب مين بتحضر هلا كوميديا؟ بتحضر ممثلين تنشوف مين بتحضر؟ كل شيء هيك تبلي. رح اسالك سؤال هلا، هو السؤال يعني مين من الممثلين هلا اللبنانيه؟ نعم. تحضرهم كوميدي عم بحكي هلا. تبلي اسم بنرجع بنحكي. هلا ما في حدا على الساحه، انت عارف ما في حدا على الساحه هلا. مليان الساحه. هلا مليان مسرح؟ مش مسرح لا. ايه بقى هلا انت عندك هلا بنحكي، رح نحكي شوي عندك. انا بحضر كوميك وتراجيك. اوكي اذا في ما بيهم. تبلي اسم كوميديان واسم حدا بمثل مش كوميدي طب بتحبهم. ايه كوميديان بدي حط يا ربي حاليا مين هيك بيلفتك؟ في كتار. اكتب لي اسم واحد نحكي عنه بس هيك اكثر واحد اسم اكثر اسم كتار بيضحكك يعني. بيضحكني زياد. مين زياد رحباني؟ ايه زياد يا ريت بيرجع زياد. بيضحكني زياد كثير. وتراجيديا يعني انا حطيت جورج خباز. ما بحضره. ما بتحضر جورج خباز؟ لا عن جد ليه؟ لانه بلش معي بس ما حضرته. ما بحضره ما وبعتبره ممثل عزعل يعني؟ بعتبره ممثل شاطر. ايه بس ما بحضره. بس لانه كان معك وفل؟ كرمال هيك؟ كان معي وفل مش عشان هيك. لا صار في وقتها سوء تفاهم، كل واحد راح بطريق. قلت له ميرسي يسلم رعيتك. كان معي بفلت الملاء وقبل مثل معي بمسرحيه لمسرحيه اوروبيه. طب ما بتنبسط انت انه مثلا جورج اللي وصل له انه كان معك بالمسرح؟ انا اكيد تعلم منك. انا بنبسط. تعلم من مسرحك. انا بنبسط من كل اللي مرقوا معي. ميراي وجريتا. ميراي وجهه لها تحيه لميراي. ايه ويوسف حداد و يوسف كمان وجريتا كمان. كتار كتار اكيد كتار. هادي خليل اللي طلعوا معه. مايا نصري. بعدك على علاقه معهم؟ ايه بعدك بتحكي معهم؟ ايه طبعا الكل. طب التراجيديا مين بتحضر؟ التراجيديا بحضر يوسف حداد. بحضر شو اسمه؟ مين؟ رجع السيف. ايه طيب خلينا نحكي شوي عن زياد. احنا بيقوموا علي الايام كيف ما حكيت عن زياد هلا عن زياد. انت شاغل مسرح مع زياد؟ نعم شاغل مسرح مع زياد. ايه صحيح. بوجه له تحيه. فنان كبير ببيض الوجه وعمله حلوه ومدروسه. ايه بتقول له لزياد يرجع؟ ايه بقول لك طولت كثير على الجمهور، ان شاء الله تطل بشيء. عندك شي معلومة إذا رح يطلب شي؟ لا عم تحكيه لزياد؟ صار زمان ما حكيته. كنا نحكي بعض يمكن
انت اشتغلت معه باي مسرحيات؟ قال لك انا بقول لك انا اخذت منه مسرحيه بالنسبه لبكره شو. بالنسبه لبكره شو؟ لعبت 3 شهور فول وما كملنا. كانت بمسرح اوديون وجابها منه منير المعاصري واشتغلتها انا بطولتي. بالاول تهربت بعدين علقت بس لعبتها طريقتي الخاصه. انت شو كده اخذ اي دور؟ اخذ دور زكريا. زكريا؟ ايه. عن جد؟ ايه انكتب شيء حلو عني. ايه بهذا الدور اني ما قلدت زياد. انكتب شيء حلو. انت عم تحكي عن مش الاصليه اللي عملها اول شيء بالسبعينات؟ لا نحن اخذناها لوحدنا. اوكي. بس ما انا ممثلين منه هو. اوكي. من هيك انا عم جرب بتذكر انه اوكي. إيه. معنا بطرس فرح كان. اي اكيد. ومعنا اطوال العجل. اساس مسرح مسارح زياد. ايه. لعبناها والله. زياد كان معكم بالعمل؟ زياد لا كان معكم زياد بالعمل؟ لا. ما كان. يعني ما كان انت ما كنت على علاقه مباشر مع زياد؟ لا بالاول لا. بعدين تعرفت عليه زياد. ايه. طب ورجع على الصف؟ لا رجع يعني استاذنا وصديقنا. ايه. بس انه انت ذكرت شخصين بطلوا عم بيعملوا هلا اذا بدك كثير اعمال حاليا. ايه. انا كان بدي ناس هلا عم يشتغلوا تشوف انا ذوقك كيف. يعني هلا ما في حدا بيضحكك من انا في كثار بيضحكوني. طب ما ليه مين غير زياد؟ ميراي بتضحكني. ميراي بتضحك الكل. ميراي. مين كان يضحكني؟ سامي خياط. سامي الله يرحمه. الله يرحمه. سامي خياط كلاسي بمسرحياته. ايه كان يضحكني. مع انه انت الستاند اب. نعم. بتقول عنه مسرح اباحي؟ لا. شو بتقول؟ مش مسرح اباحي، انا بقول هو نوع من المسرح. ايه. مثله مثل غيره. بيبقى مسرح دعارة. بيبقى مسرح دعارة مسميه انت بمقابلة. لا مش مسرح دعارة. بس هيك انا بدي استفسر منك يلي بيزفروا فيه حولوه لمسرح دعاره. قصدك على المسبات اللي عم بتصير او الكلام البذيء. ايه صح كتراني كثير. ايه هيدا بنصبح مش شونسونيه. مسرح دعاره. ايه بعدني بقولها يعني بس يعني انت مسرحك شو يعتبر؟ لانه حتى انت قلت انه في عندها في مسرح تجاري مسرح ملتزم. نعم. ومسرح مسرحي ملتزم. مسرحك ملتزم. ملتزم. وفي مسرح سميته مثل بيرفادي تابت بيعمل يعني انه بيعمل مسرحيه بس بيكون عامل ديل مع جمعيات تيجي. أيوة. يحضروا. ايوه ايه. وفي المسرح اللي هو المسرح المرتب اللي هن بيعملوه تلاميذ الجامعه اللبنانيه. صحيح. هيك انت قسمتهم وقتها. نعم. انت من المسرح الملتزم. مين في غيرك مسرح ملتزم؟ في كتار مثل في زياد وفي يعقوب شدراوي الله يرحمه في نقول دانيال الله يطول بعمره وفي زياد بو عبسي كمان الله يرحمه هذا اشتغل على شكسبير وغيره في عايدة نسيت صبرة يعني بس عم تحكي خليني قبل بدي ضيفك كافي لوكس مثل ما بتقول 2 ان 1 3 ان 1 او كابوتشينو اي الله انت عزوز يلا كابوتشينو يلا اقرب لي طيب بس ما حكيتنا عن حدا جديد يعني كلنا عم تحكيهم هن اساتذه بالمسرح ايه بس ما في حدا جديد بيلفتك يعني بتحضره بضحكك حتى لو منه ملتزم ما بعرف يعني ايه لا في ناس كثير بيضحكوني بس ما بعرف اسمائهم يعني جديد من جديد بس بعرف غسان حداد هذا من جديد ايه طيب نطلع بريك ايه بعد البريك رح نكمل في عندي بعد كثير اسئله في عندي رح نحكي شوي عن التعليم عندك ومين مين تلاميذك شو بدي اخبركم عن تلاميذه هلا بتعرفوا شوفوا الاسامي ومين اساتذتك رح نحكي كذا شغله بعد في 5 اسئله ونحكي شوي سياسه هيك أيوة. على الخفيف ايوه اوكي يلا بريك وبنرجع
رجعنا معكم بعد البريك مع ضيفة المسرحي. أنا بحب أقول المسرحي أو ديك إيه؟ كلهم ما بعرف إنه مهمين بس إنه مسرحي أهم شيء. إيه مزبوط. أنا اشتغلت مسرح صحيح. أنت بتعلم بال الأيو مثل ما قلنا، بتعلم عربي؟ كنت أستاذ بالجامعة اللبنانية. أوكي. وكنت أعلم بثانويات بيت شباب قبل ثانوية جديدة إيه؟ وسن الفيل. سن الفيل كنت أعلم. شو كنت أعلم؟ لغة عربية؟ ما كنت أعلم، كنت مناظر. كنت ناظر؟ إيه عن جد؟ مع الأستاذ مفيد جبور. إيه في كم تلميذ أنت كنت، كانوا تلميذك؟ إيه خبرني شو كنت أعلمهم. أول شيء مع الوزير ياس المر كنت أعلمه. أنا بعتقد إنه كنت أعلمه سيانس ناتوريل وقتها. والله؟ إيه. ماشي حاله، طلع ماشي منيح، ماشي حاله بالسيانس. راح أكتر راح أكتر على الأمن وعلى الجزء. الله يوفقه. إيه. و ما بعرف يعني شو بدي سميهم، بس مجبور سميهم يعني، بس إنه نعم. جوزيف وسيمون أبو فاضل؟ جوزيف وسيمون الاخوة. بعرف انك مختلفين انت وياه. لا بس انه ما بعرف يعني، اكيد مش ناجحه معك. شو كنت تعلمهم؟ بعتقد عربي. يتعلمون عربي؟ ني كمان. والله؟ ايه. ونايب ادغار طرابلسي كمان كنت اعلمه عربي. كمان. بس هو احسن مني، بيضل يتلفني. عسلامته هو. بيسأل عن الكل. ايه. طيب شو بتتذكر من هذيك المرحلة؟ شو بتتذكر انه كانت صعبة؟ كانت ايام حرب يمكن، ما هيك وقتها كنا عم نحكي؟ اجمالا هذه الوقت كنت كان بعدك سكان دكواني. كان زمن الحرب. ايه كنت سكان دكواني. ايه وقتها كنت. ايه زمن الحرب. ايه بعد عندي بيت بالدكواني. بعد عندك بيت بالدكواني. ايه. هلا خبروني خبرية، انا ما بعرف اذا بدك تفضحها او ما بدك تفضحها، بس خبروني انه كنت تحارب بايام الحرب. لا كنت حارب بالكلام. بالكلام بس؟ بالكلام. ايه بس خبروني كنت تجتمع مع الشباب وهيك. ايه طبعا يعني انا قاعد معهم. شباب البش شباب البشمرون. ايه كنت قاعد معهم بس ما كنت حارب يعني، ما بعرف. ولا كنت متت. خبروني ما بعرف، خبروني خبريه ما بعرف اذا بدنا نقولها، ما بعرف اذا بتتذكرها، بس حدا خبرني اياها انه كان في رئيس المركز وقت جيت انت اول مره قال لك شو بتعمل؟ قلت له انا برعى غنم. ايه صحيحه هاي. مضبوطه؟ فصار كل ما بده ما بعرف شو يعمل يقول لهم بعثوا لي ورا الراحل. ورا الراحل. كرشيها يا جماعه، انا دكتور معي شهادات. يجيب لهم قهوه، يجيب لهم مي، شيء هيك يعني. ايه. حتى انه موجود انا معهم يعني بالمنطقه. ايه. عرفت؟ فضيفهم كمان واخدمهم. طيب ليه ما فت، ليه ما حاربت مثلا؟ ما كنت تحب؟ ما كنت آمن بهالشيء؟ ما بعرف ولا بآمن. كلهم ما كان، كل اللبنانيين ما كانوا يعرفوا، بتعلموا بس انه. بس انا قلت على مين بدي اقويس؟ انا اصلا كنت بكليه التربيه، كل رفقاتي هونيك بالمنطقه الثانيه. ايه اقويس عليهم 100%. ومرحله كانت عن جد صعبه كثير. طب بس شفت شوفات ما بتروح من بالي. هني اخذوني يفرجوني، قلت لهم خذوني معكم. اخذوني وين؟ على تل الزعتر. ما بتنسيهم؟ ايه نعم. ما بتنسى هول الشوفات؟ لا ابدا. انت من بعد ما ظهرت من الدار، ايه اسست مسرحك. انا بوجه تحيه لاخواتي الرهبان. ايه. لاخوتي الرهبان اللي ضليت كنت اكيد 4 سنين انت وياهم. قبل ما تاسس مسرحك اشتغلت مع الرحابنه. إيه اشتغلت مع اسامي كبيره، اشتغلت مع مع مش بكتبهم وبيروحوا مع الكبار، ريمون جبارة. إيه مع الاخوان الرحباني، مع زياد، مع كريم ابو شقرة. ايه مع كريم ابو شقرة. مع ريمون جبارة كذا مره. مع كريم ابو شقرة بس اكثر مسرحيه يمكن بيتذكروها الناس جرجي درس الموضوع. ايه اخذ 6 ادوار. ايوه صحيح. عن جد؟ صحيح. كيف لحقت؟ ما بدي اقول لك كيف حفظتهم، كيف لحقت؟ هيدي يعني انت او بتمثل او ما يعني ربنا بيعطيك الموهبه. معهد الفنون هو للصقل يعني. اكيد. تصقل 6 ادوار بمسرحيه واحده. ايه مسرحيه. مش هينه. شو بدي اعمل؟ هو في 6 مشاهد. ايه. كل مشهد شكل.
حلو تفصلهم عن بعضهم. تفصلهم كانك مش هذا هو. من هو هالزلمه؟ هو زيته. من بعد مسرح كريم ابو شقره عملت مسرحك الخاص. ايه صحيح. شو كان اول مسرحيه؟ ليش اول شيء ليش اخذت هالخطوه؟ انه احيانا الواحد يكتبوا له نص ويمكن يروح يمثله يعني، بس انه هو يكتب ويكتب للكل ويمثل مش هينه. هيدا ما حدا سالني اياه السؤال. انا بساله. ما حدا سالني هو يا شربي، انا بعترف لك. ميرسي. الحقيقه انت عندك طموح تعمل هيدا الشيء، ما عندك طموح مكتفي بهالقد انك تروح تمثل هالدور، بيعطوك دور بتمثله وبترجع وخلص. يعني انت انا لا مش هيك، انا كنت مقرر قبل ما فوت على التمثيل انه تكون عندي فرقتي والعب انا فرقه لإلي. هلا بقول ما في فرق يعني حقيقيه بلبنان، كان في زياد الله يرحمه، في تجمع ممثلين يعني بتجمعوا في شوسونيه كانوا يعملوا من هون ومن هون الديزر والهيك يعني. ايه وقتها كان حرب، وسامي خياط كان عنده فرقته كمان وقتها كان حرب. واشتغلنا مع بعض انا وكريم الله يرحمه. طب شو اول مسرحيه عملتها؟ اول مسرحيه بروم. بروم بالجنوب. ايه مثلتها بروم، كانت احلام مبعثره. اوف. عنوانها ما بدل كانت كوميدي؟ لا ما كانت كوميدي. هيدي خبريه هاي. شو كانت؟ كنت الدور انا اخذه بالداير. وقت كنت بالداير يقولوا الرهبان يا ريت في 20 ممثل مثل هيدا. يا ريت الباقيين يكونوا مثله. اول عمل اشتغلته احلام مبعثره، واول عمل بالكاسليك اصحاب الزنانير الجلديه مع مونس. اوكي. مع الاب مونس. بعدين اجى جان ابي غانم وانا كررت المسبح. بعدين انا عندي معاناتي الكبيره، طالع من معاناه مش من. بس ليش اول مسرحيه قررت ما تكون كوميدي لك؟ انت كتبت عم بحكي. ايه ثقبت هيك يعني. انا كنت متاثر وقتها بامرؤ القيس. هالقد. ايه ف هيدي كانت اول عمل، بس بعدين الكريم خود. عندك شو اسمه مثل جمله، الحاله لقدام مش لورا، مش لورا. صحيح. فالحلقه لقدام مش لورا. صحيح. هيدي ضربت هيدي. صحيح. هي باي مسرحيه؟ بوزارة الهوارة. وزارة الهوارة. ايه. الحالي يا بي لقديم مش لورا. مش لورا. ايه. وهي كانت بالعكس. بس ليش بقول لقديم؟ لقديم وينو؟ طب انت من وين جبت هيدا الكاركتر؟ عن جد انت وزيك تروح عند النور عندكم بالضيعة؟ ايه. تقعد معه؟ ايه. عن جد؟ وعطاني اجا زلمة مهضوم. الله يرحم روحه. الله يرحمه من ضيعتنا يوسف عفيف. اجى حضير وطير مين بده يعطي، لاني انا عم غني وقاعد مع النوار برقص بغني وكل شيء. اعطاني ليره الي وقتها، ليره يعني ديجا كيلك شوز يعني. ايه اكيد اعطاني اياها لالي، اختار لي بين الجميع. بعدين شلعوني هي النوار. عملت متحف انت عندك بالضيعه؟ في متحف منير كسرواني. ايه. شو حاطط فيه؟ حطيت فيه كثير شغلات مهمة، حتى في شغلات عمرها 95 مليون سنة. 95 مليون سنة؟ ايه. هالدولة ما بتحط ايد عليها؟ وإذا عرفوا فيك بياخذوهم. لا يا ما كل شيء كل شيء بيسحبوا. ايه صحيح. من وين جايبهم مثلا هول؟ مثلا هيدي اجتني من بنتي، كانت هيدي بروفيسور بالكاسليك، صديقي اسعد جوهر الابونا. أي. ايه هو هديني اياها. تاني هديه من بنتي. شو هي؟ 95 شو هي؟ سمكه محجره. سمكه محجره. بعدين بنتي هديتني اثنين ديناصور عمرهم 65 مليون سنه، ديجا معهم سيرتيفيكا بالشغله يعني، حاطينها انه عمرها 65 مليون سنه،
لا ديناصور مائي. ايه في اشياء في 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 متحف كبير؟ طبعا طابق كامل. وين؟ ليه ما بنعرف عنه؟ بالعيشية. ليه مقصر؟ بالعيشية. ليه مقصر عنه؟ ليه مقصر بالدعاية؟ يعني شوي انت الحق عليك كمان مش عم تطلع هلا مش عم نطلع على العيشية هلا مش مستعجلين نطلع على الجنوب هلا ندعيك ما هي ضيعت قائد الجيش قائد الجيش ايه نوجه له تحية وجزين عزيزة وفي دخولية مثلا تفوتوا على المتحف؟ إذا أنت حابب تحط شيء بتحط ما مش إجباري بتفوت مش إجبارية وكيف بيفتح على طول بيفتح؟ إنه كيف إيه على طول بيفتح على طول بيفتح في حدا يخبرون او مكتوب كل شيء؟ طبعا في اختي هي مديرة المتحف هي مديرة المتحف نظيرة ايه في كل شيء عندي بالمتحف نسيت اقول لك في الاشياء الزراعية وغير الزراعية مثل كيف يعني؟ في تياب الممثلين اكسسواراتهم شو كانوا يلبسوا عامل قسم عن عن المسرح وعن هيك اشياء عامل ايه انت هيدا صحيح في الجرار في الخويبي في طناجر النحاس القديمة والاشياء الكبيرة الديست وغيره كل شيء حديد قديم بيختص بالحديد العربي منجل فروعة اوكي فأس مطرقة مقص شو بدك في جلخ في جلخ جبته من امريكا جبته معي حلو في جبت كمان شغلات من مصر جبت شغلات من سوريا كملت المتحف ومهنة بي كملتها انت في اشياء هديك اياها بيك كمان او ترك لك اياها بيك ايه نعم هيك بالمتحف؟ لا المتحف لا ترك هو الله يرحمه دكاني دكان تحديدي عربي اوكي فانا عملت له اوماج لاسمه اوكي منير اسعد كسرواني اسعد بي هو كمان اسمه منير؟ منير اسعد كسرواني بيك اسمه اسعد أوكي. اسم المتحف الشعبي حلو ايه طيب بدي ارجع شوي لمسرحك شو قصه شو قصه الحيوانات بمسرحك كنت تعمل مسرح شو تاخذ حيوانات كنت اجي على الحمار ايه فوت على المسرح خبروني كثير اشياء مهضومه صايره مع الحيوانات ايه في كثير شغلات مهضومه مره كنا بضيعه يحيى جابر عندي عارض تحية للمخرج يحيى تحية له من كل بد ولا خيو كمان ناطره بعدني ناطره لعلي لعلي جابر خيو بقى طلعنا مسرح طلعنا حمار على المسرح واخذ راحته اخذ راحته شو؟ اخذ راحته عمل كاكا على المسرح منيحة في مره تيس الحمار ما عاد يمشي ايه ما هيك ايه طبعا طب ليه يعني شو صاير عليك ما بعرف شو كان صاير شغلات يعني مش بالبال مش بالعقل مثلا مره مثلت مسرحيه كلها من اولها لاخرها مع الحمار شو بتحكي مع الحمار لا اني بيحكوا معي اني بيحكوا معي تفهم عليهم؟ يا الله يمكن يبركي بتفهم عليهم أكثر ما تفهم يمكن على غير رسالية بتعرف قديش كانوا يجوا يحضروني؟ 5000 4000 5000 بزحلي 5000 بالمجمع الكبير لا مسرح منير كسرواني من المسارح المحبوبة حبيبي وخاصة في عندك الكاركتر الأساسي اللي كنت ايه انا اخذته هيك بسيط انسان ايه شو كان بس اسمه؟ بس ذكي اسماعيل ايه هو جنوبي ايه طبعا هو جنوبي ايه وضرب هيدا الكاركتر طبعا ليه نقيته؟ بس لأنك أنت بتعرف المتمكن من اللهجة؟ ايه لأنه مثلا ميراي مانا جنوبية ميراي بانوسيون ام طعان ايه كمان أخذت اللهجة و قالت لك إنه ما بدها هي؟ لا ما بتذكر اذا قلت لي انه ما بدي ما كان بقى. ايه قلت لي انت كتبت لها وقتها ايه بس ما بدها هي قالت لي منير انا بخاف اني العب هيدا الدور اللي عم تقول لي عنه دور ام طعام نوجه لها تحيه كمان اكيد 100% قلت لها ما تخافي هيدا الدور بده يلقط بيضرب وهيك صار بالفعل
طب اذا هلا بتحس انه هلا اذا بتعمل يوم مسرحيه ايه فيها اسماعيل وفيها امطعان صحيح ضحكت في شيء جديد؟ لا والله لا بس يعني طبعا بتفكر اول شيء قبل ما اكمل سؤالي بتفكر تعمل مسرح هلا في شيء قريبا؟ انه عم تكتب شيء في شيء جاهز؟ لا ما كتبت بكتب بس من شان تيك توك على التيك توك انت هلا ايه ايه بكتب بس ما بفوت ما ما منك حابب ترجع تعمل مسرح؟ بحب كثير تقدر توقف مسرح بعد هالعمر؟ ايه ايه معلوم قادر صحتك بتجنن يعني ايه الحمد لله الحمد لله صحتي منيحة بنقول عمرك او ما بنقول عمرك؟ لا بنقوله قديه صاروا؟ صاروا ل 25 شباط 77 سنة اسم الله اسم الله العمر كله يا رب الحمد لله بتقدر توقف بعد مسرح؟ يعني تعمل مسرحية يعني مسرحياتك تقريبا كانوا شخصين او ثلاثة ماكسيموم يعني مش انه هال كل وقت انت عم تكون على المسرح ايه مثلا صيفية الماضي كنت على المسرح ما غبت ابدا عملت المعاز وعملت اخر مسرحية انا وميراي عصوص ونقطة عصوص ونقطة ايه, ايه. طب بهيتك بدي اسألك سؤال اذا هلأ بتعمل ترجع كاركتير اسماعيل وامطعان ايه ايه تتعرض لانتقادات لانه هلا عم نشوف كل حدا عم بقلد مثلا لهجه تبع الضاحيه او اللهجه الجنوبيه اجمالا عم بينتقدوه هلا في اشخاص ما عم ينتقدوه مثل امطعان مثلا ما انتقدوها لانه ما عم بتكون بطريقه بشعه بس انه كمان عم نشوف اوقات بيكونوا عم بقلدوا يعني شفناها مثلا على الجديد كركي هجموها جوانا كركي هجموها في شباب اللي على ال بي سي كمان هلا عاملين بالموسم اللي قبل كانوا عاملين كمان عن اولاد الضاحيه كثير تهاجموا انت بتعتقد هلا اذا بترجع تتهاجم او لا لانه سلس الدور ما حسب حسب شو ما بنقدم نحن صح اذا بدك تتمسخر على جنوبيين ما بيقبلوك هذا شيء طبيعي اكيد ما حدا بيقبل طبعا في كرامة بالنص إذا بتمثل ومحترم حالك وعم تحكي جنوبي نعم هي لهجة يعني إيه إنه ما حدا بيجي صوبك أنا ما حدا إجا صوبي كل هالعمر الحمد لله يعني صادقين مع حالنا ده هيك شوية سياسة بالآخر بس سؤال سياسي كيف بتشوف خلاص لبنان؟ بعرف سؤال كبير يعني بس إنه هيك بركي بنختصر كل شيء له علاقة بالسياسة خلاص لبنان خلاص لبنان شو الحل؟ ايه شو الحل لهالدوام اللي فايتين فيها بنخلص من شغله نفوت بشغله بنخلص من شغله نفوت بشغله الحل برايي هو العلمني ما في غير العلمني بالعلمني نوصل نبني وطن اما نضل هيك ما بيصير الواسطه وما هي مفضوحه الشغله يعني مفضوحه حتى لو كنت شو ما كنت عامل بتلتجي للطائفي تبعك بتخلصك الطائفي طيب رح ما اقعد حدك انا ايه في عندي ثلاث اسئله مش مكترون اسالك يوم بدي جواب سريع عليهم إيه؟ فيهم شويه تحركش يعني هات انا اشوف شو العمل ايه يلي بتندم عليه وليش عمل مع هيدي جنفيف عطا الله جنفيف عطا الله؟ شو مسرحية؟ لا عمل تلفزيوني تلفزيوني؟ ايه ليه؟ لأنه كان سخيف ونحن مبلشين جديد بدنا ايش وايش نشتغل من زمان هيدي يعني؟ ايه من زمان كنت أنا ومحمد إبراهيم بوجه له تحية ايه هيدا الوحيد؟ هو كانت بطولته هو لا إنه هيدا الوحيد اللي بتندم عليه؟ ايه هيدا ندمت أنت مانك شاغل تلفزيون بلا بلا شاغل شاغل تلفزيون كتير ايه كتير هيدا اعمال ادبيه وما ادبيه ومن زمان ايه طيب هلا في سؤال بدي اسالك اياه بدي صوره هذا بدي انزله على السوشيال ميديا ايه انت من الاشخاص يلي دعموا ثوره 17 تشرين نعم وقتها بلشت كيف عرفت؟ شفتك تحت لا حضرت مره ايه حضرت مرة؟ حضرت مرة شو؟ بعدك مآمن فيها الثورة؟ بتعتقد انه كانت حقيقية؟ يعني الثورة تسيست
بس انا اصلا يعني ولو كان عمري 77 بعدني ثوري. بس هي الثورة ما يعني بلشت مظبوطة وتغيرت؟ تغيرت. تندم مثلا انه لا مش ندمان على شيء، بعدني نفس الموضوع. اذا فينا نغير بدنا نغير. شو رايك بالستاند اب اللي هلا كثير دارج؟ يعني يجي واحد يخبر مش نكت، إيه؟ يخبر خبريات مهضومه على المسرح. إيه؟ كثير ضاربه هلا. ايه شغله مهمه حلوه بتضحكك؟ طبعا أحضرها. طبعا وبحب احضرها منشان نعرف شو في بالبلد، مين طلع مين نزل. حتى لو فيها كلام سبيت بذيء وهيك؟ لا كلام بذيء لا، ما بتحب هول الاخبار. لا يعني بكون للضحك بالقوه يعني. ايه 100%. انا بدي اتشكرك. خلصت الوقت. خلصت الحلقه والوقت الحلو بيقطع بسرعه مثل ما بقولوا. شكرا يا شربيل، شكرا او تي في، شكرا للشباب الحلوين اللي هني ورا الكاميرات واللي هني بالريجي وكل شيء لقلهم. بالريجي شو بدك فيهم؟ ما تشكرهم. ما بعرف مين مخرج هالبرنامجك اليوم. سهاد معنا. كل يوم شكل. حسب حسب شو بفضولي. وبدي اقول لك برنامجك برنامج حلو وانت طبيعي كثير والناس بتحبك. ميرسي ميرسي، هذه شهاده. في لك هديه من كافي لوكس بما انك حبيت حبيت القهوه. ميرسي. وبدي اتشكرك مره ثانيه. مقبوله. ميرسي، بشرفنا تكون حبيبي ضيفه، وبشرفني استقبل اشخاص مثل حضرتك ببرنامجي. قيمه للبرنامج. الله يخليك. بعلي البرنامج. الله يخليك. بدي اتشكرك مره ثانيه. يلا اسبوع الجاي، الاسبوع الجاي ضيفتي حبيتوها بالاسال شي، نتالو نتالي نعوم رح تكون ضيفتي، احضرونا.